محافظة البيضاء تدشن مرحلة جديدة من المواجهات، عنوانها هذه المرة الجيش الوطني الذي حط رحاله في القانية إلى الغرب من المحافظة قادما من مارب المجاورة. الوحدات العسكرية من الجيش الوطني تابعة لمحور البيضاء ويقودها العميد الركن مراد طريق، وقد تلقت طيلة الفترة الماضية تدريبات قتالية في مارب قبل أن تتجه نحو البيضاء مزودة بعتادها العسكري القتالي الكامل لتشكل طليعة الجيش الوطني في تحرير محافظة البيضاء من التواجد المسلح لميليشيا المخلوع صالح والحوثي. وينظر المراقبون إلى وصول طلاعة الجيش الوطني إلى البيضاء بأنها تدشين لمرحلة جديدة من المواجهات العسكرية مع الإنقلابيين، ومن شأنها أن تساهم في تضييق الخناق عليهم بالنظر إلى الأهمية البالغة لمحافظة البيضاء التي تشكل مفترق طرق وخط إمداد مهمين وممرا للمواد التي يجري تهريبها لصالح الإنقلابيين عبر المناطق الجنوبية الشرقية من البلاد. يأتي ذلك فيما لم تهدأ بعد المواجهة على امتداد جغرافيا المحافظة، أحدثها الكمين الذي نصبه مقاومون لعربة عسكرية محملة بعناصر من الميليشيا أثناء مرورها بإحدى الطرقات منطقة حمى صرار التابعة لمنطقة قيفة رداع، ما تسبب في مقتل 7 من عناصر الميليشيا وفقا لمصادر إخبارية. البيضاء على موعد مع التحرير الذي سيعني أكثر من طرد الميليشيا ليتجاوزه إلى التخلص من تحد لطالما شكل أحد الأخطار المحدقة في مستقبل العيش المشترك في اليمن.